بحكم جيرتنا تلطف علينا وعطينا مترين ارض لنوسع هالمقبرة. ما اقدر يا ست انعام ما اقدر. لك كيف ما بتقدر؟ جوزة ميت بالارض ولا ندفنه المقبرة وما تسع. مين قال له يموت قبل ما يدبر مقبرة؟ هدوء 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 اذا بتريدوا اذا بتريدوا شو في بعطوا وراي؟ ما الا غيرك يا ابو الياس، ما في غيرك يحل لنا مشكلتنا. شو مشكلتكم يا ست انعام؟ جوزي جوزي يا ابو الياس مات من امبارح وله من امبارح مسطوط بالارض، ما فيش مطرح بالمقبرة لتحط جتي، والشيخ هون شاري كل الحكار حوالى المقبرة، عم نترجيلها يعطينا مترين ارض لنوسع المقبرة. جوزي يا شيخ فيك تعطيهم مترين؟ لا والله ما اقدر. طيب انا عندي حل. شو؟ عمروا مقبرة المر، اطلعوا بطابق تاني فوق المقبرة مثل طابق المر. ومسموح الواحد يعمر هيك مقبرة؟ اكيد، انا شرعنت ايام ما شرعنت طابق المر، عارف انه بده يجي نهار بده يصير في ازمة مقابر مثل ازمة البيوت. يعني منبلش نعمر؟ معلوم فيكم تعمروا، بس اوعى تعملوه طابق جملون او شاحط. عملوه طابق جالس. ليش؟ لأنه بكرة بالمستقبل قبل ما تتسيسروا على كندا بيشتريها منكم الأخ العزيز لأنه بيتعمر فوقها. صح أخ معلوم. يلا يلا بلشوا عمروا ودفنوا هالجتي. يا دل علي أنا كل قضية إنسانية بتطلع لي بتوقف العالم.